ثلاث عيال تصرف لواحد بس. طب والاثنين التانيين هيرضعوا ايه؟ ده مين اللي خلى كده؟ معرفش. معاك المنشور؟ منشور جاي؟ الوزارة معانا منشور بكده. قول اللي معاها ثلاث توأم؟ ما نصرفش على اللي معاها توأم ثلاثة بس. تصرف لواحد بس. تصرف لواحد فيهم بس. طب والاثنين التانيين؟ والاثنين التانيين ما يصرفوش. والاثنين التانيين ما يصرفوش. الاثنين التوأم ما لهمش ان هم ياخدوا لبن. ازاي طب مش خالص؟ لا ما هوش ياخد. طب امال الواحد؟ الواحد بقى ما هو الواحد اللي الام متوفيه بس اللي بنصرف له. الام مريضه ومرض خطير. يعني اللي جاسر ده دلوقتي كان جاسر في ليه؟ عشان ايه؟ ما اعرفش بقى اكلم الرئيس. قبل اكلميه قول له انقطاع اللبن. قلت له بسبب الصرف. هو احنا بنتكلم على كده. هم منعوا دلوقتي التوأم ان هو يصرف. ودي اكبر مشكله الناس بتيجي تخانقنا فيها. وفعلا اي ام مش هتقدر ترضع العيلين مع بعض. احنا بنشجع الرضاعه الطبيعيه بس برضو ما بيبقى طفلين بيبقوا ضغط على الام. فالمفروض يبقى ليهم مساعده من الدوله. المساعده دي كانت الاول موجوده. الشهر ده منعوها. نزلوها للي جايبه ثلاثه بس. واللي جايبه ثلاثه دي نادر. انما الاغلبيه بيجيب توأم اثنين. يعني اللي جاي خلص الحين كله جاي توأم؟ لا مش كله. في بيبقى طفل واحد اللي منقطع لبن ما ترضعش خالص. الدكتوره في بيبقى تعب مريضه. قلت لحضرتك جوه ان احنا في اربع حالات بنصرف فيهم اللبن. اول حاله التوائم كنا الاول بنصرف الاثنين من اول واحد تسعه قالوا لنا الثلاثه فاقصى. ثاني حاله اللي هي انقطاع اللبن اللي بيقيم انقطاع اللبن الطبيب بتاع الوحده. طبيبه الرعايه هي الدكتوره بتاعت الرعايه المسؤوله هي اللي بتعمل هي اللي بتمضي عليها وهي اللي بتقيم انقطاع اللبن. مرض الام بمرض غير قادر غير انها قادره على الرضاعه برضو اللي بتقيمها الدكتوره. ثالث رابع حاله اللي هي وفاه الام. طب ايه جيب بقى بتاع موضوع التوائم ده؟ التوائم ده كنا بنصرف للاثنين. كنا بنصرف لواحد والتاني الام بترضع. دلوقتي قالوا لا الاثنين الام ترضع الاثنين من اول الثالث تصرف الواحد بس. طب اشمعنى يعني ايه السبب؟ ايه السبب في كده؟ الوزاره اللي قالت كده قالت لك عايزين نخف الضغط شويه على اللبن. المنشور اهو المنشور مع حضرتك المنشور جاي لي اهو بس يا ريت الصوره تبقى واضحه عشان ما هي الصوره متصوره برده من صوره من الموبايل. رحنا صيدليه شباب في مصر فلقينا الدنيا ملمومه هناك والناس عامله وزاره بنتكلم هناك. بص الظباط قالوا لنا محدش يتكلم وكل واحد هيصرف من البتاع بتاعته دي اسمها الرعاية. فجينا بقى هنا خدنا البطاقة بتاعت الأم والأب والشهادة بتاعت الجواز ورحنا اسمها ايه دي؟ البوسطة. ورحنا البوسطة خلصنا الورق هناك ب 15 جنيه وجبنا على هنا. الحوالة بتاعتهم ب 15 جنيه عشان ايه بقى؟ عشان نصرف اللبن يعملوا لنا فيه زبية. كارت ذكي زي بتاع التموين. وايه اللي حصل في الرعاية أول ما وصلت؟ هنا؟ صرف الدكتوره كشفت على المدام ولا كشفت عليها ولا معايا حضرتك اسماء كشفت عليها يقضي يعني لائحه باسماء الاطباء اللي خدوا لبن لاولادهم من هنا والراجل اللي بيجي مش لاقي نقطه اللبن والست تيجي تعيط عشان نقطه لبن لاولادها ما بيجوش يدوه ومعايا قائمه باسماء الاطباء اللي خدوا لبن من هنا لاولادهم. الاطباء ياخدوا من الناس الفقيره تلحس التراب ما تاخدش العلم. ده حقيقه من خلال اول مره تقولي تشجيع الرضاعه الطبيعيه سوين. وصرف البان صناعي. صرف الالبان الصناعيه دي بيجي لاربع مراحل. المرحله الاولى التوائم ثلاثه فاقصى. كنا الاول بنصرف الاثنين دلوقتي من اول واحد تسعه قالوا لنا الثلاث توائم الاثنين ما تصرف لهمش. ثاني حاجه قالوا انقطاع الام والتوقف عن الرضاعه. ده تقييم بيبقى من الطبيب. الدكتورة اللي موجودة هي اللي بتقيم الست مش أنا. تالت حاجة مرض الأم بمرض يعني يمنعها عن الرضاعة. رابع سبب وفاة الأم. دولت الأربع حاجات الأسباب اللي احنا بنصرف عشانهم الألبان الصناعية. لكن مفيش مشاكل عندنا في الرعاية بسبب هذا. لما قفلوا المنافذ البيع في مصر هو اللي زود العدد عندنا. وبعدين في معظم الستات بييجوا مش عايزين يرضعوا طبيعي. تبقى الست فيها شويه لبن احنا بنقعد نشجع فيها انها تحافظ عليهم. يا ستي لا المفروض ترضعي طبيعي والمفروض
الحاجات الصحيه بنفهمها لها، هي لا بتبقى متبرمجه من مثلا من اي حد من عندها في الاسره انها لازم ترضع صناعي، او في برضه معظم اطباء يفضلوا الرضاعه الصناعيه وما يفضلوش الرضاعه الطبيعيه، لكن احنا هنا في رعايه الامومه والطفوله بنشجع الرضاعه الطبيعيه. واول حاجه المشروع بتاعنا اسمه تشجيع الرضاعه الطبيعيه، وبعد كده صرف الالبان الصناعيه. انت بتطلب ان هم يزودوا حصه الصرف ليكم بتاعه الالبان؟ يزودوا الحصه على اساس ان دلوقتي لما اتقفلت منافذ البيع في مصر هيزيد العدد عندي بالتاكيد. انا عندي يوم ما بيتقطع اللبن من عندي هنا في العيادة. هنا يوميا ما يكبر عن كم وطنه انها تاخد اللبن؟ لا ده بيبقى متوسط، ما اقدرش احسبه لحضرتك لان في ايام بيبقى متزايده وفي ايام قليله. يعني انا امبارح 36 طفل جالي، النهارده مثلا اقصى حاجه 10 تنفار، مش عدد كتير، فملهاش ميزه ان يبقى النهارده مثلا كتير وبكره قليل، لا مفيش عدد اقدر احسبه لحضرتك حسب التردد اللي بيجيلي بنصرف له.